نصائح ملهمة لتطوير الذات. عود نفسك على الفرحة حتى تعتاد هي عليك، واشعر نفسك بالأمل حتى تجد الدنيا بين يديك. لا تعش منتظرا لأحد، فمن لا يعتبر وجودك مكسبا له لا تعتبر غيابه خسارة لك. أشرس معركة ستخوضها في حياتك هي أن تحقق ذاتك كما تريد، في عالم يبذل قصارى جهده ليجعلك كالبقية. لا ترهق نفسك مع أناس اختاروا أن يفهموك خطأ، فقط ارحل بصمت، والأيام كفيلة لتكشف لهم من أنت. إياك أن تستغني عن شخصيتك الفريدة لتعجب أحد. الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء، ولكنها أكثر إشراقا. لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين، ولكن اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقا. لا تشغل نفسك بكثرة التفكير، لماذا قالوا ولماذا فعلوا. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى الكلام. مشاعر السعادة عندما تحدد لنفسك هدفا ثم تسعى إلى تحقيقه بجد واجتهاد وتصل إليه فعلا. لا شيء يعود كالسابق، احفظ هذه العبارة جيدا قبل أن تكسر شيئا. فأسرقوا للروح يوما وأعقدوا للحب نية، وافرحوا ما زال للأفراح في الأرض بقية. تذكر أن كل يوم هو فرصة جديدة لتكون أفضل من نفسك، استغلها وكن مصدر إلهام للآخرين. النجاح يبدأ عندما تتخطى حدودك الشخصية وتخرج من منطقة الراحة. اجعل التحديات جزءا من رحلتك نحو النجاح، لا تجعل الآخرين يحددون قيمتك. أنت تمتلك القوة والقدرة لتحقيق العظمة بنفسك. استمتع بالرحلة ولا تركز فقط على الوجهة النهائية، كل خطوة تقدمها تقربك أكثر إلى أحلامك. تذكر أنت قادر على التغيير وتحقيق الإيجابية في حياتك وحياة الآخرين، لذلك لا تستهين بقوتك وتأثيرك أبدا. دمتم برعاية الله.